J'ai 37 ans, divorcée il y a 2 ans. J'ai une petite fille qui a 4 ans et demi. Après le divorce, quand je suis en dépression, qui m'a barchancé, il est arrivé le barcha d'olm, ou est arrivé le divorce, ou l'expérience saïba. J'ai une petite période dans la maison, je me suis fermée à la roche, fermée. Mais j'ai regardé la fille, je ne vais pas la laisser. مسيبة وحدها مليكة في الدنيا أنا اللي جبتها لازم نكون مسؤول عليها حتى لو كان الحياة اللي أنا كنت نتمناها ما صارتش لكن عندي ينطخ بي اللي هي حياة بنتي بارازار قدامي اون باج سور انترنت نتاع اندا انتغاب مشينا بحذاهم عندهم برنامج اللي هي ايديشن كامب كيفاش تكون فكره نتاع مشروع خرجت ومشيت كاني ماشيه في المجهول مانيش فاهمه شنو باش نعمل الحاجه الوحيده اللي انا حطتها في مخي اللي الفوكو جو ترافاي لازمني نلقى خدمه عندي اون بتيت بيبي لازم نخدم على خاطرها المشروع متاعنا هو يتمثل في وصفة طبيعية لإنبات الشعر الوصفة ذي مسجلة في لينور بي دخلت خدمت مع بابا 3 سنين في الوصفة ذي اللي كان يخدم فيها هو اختزانة عدا هي اللي أنا الوصفة ذي باش نتسوقها وعملت بها المصنع ذي متاعنا الغيف متاعي في الحياة ذي نحب المشروع متاعي ينجح الوصفة هذه اللي تعب عليها بابا باش وصلت وخرجت وولدت نبتة شعر نحب نخرجها للعالم نحب الناس الكل تستفيد من الوصفة هذه ويطلع لها الشعر متاعها كما أي إنسان نحب النجاح المشروع متاعي النجاح راه بالمثابرة والعمل المواصلة continuity لازم on partage مع الناس الكل المشروع الفكرة كيف كانت كيفاش تكونت كيف معناتها خديت ديسيزيون ومشيت خديت قرض ومعناتها تكون تسمى شجاعة معناتها إنسان ينجم ياخذ قرض وسيرتو خاصة اللي هو وحده بون الحمد لله معناتها عندي سند صحيح اللي هو الفامي بتاعي بابا وامي يساندوا فيا لآخر لحظة لكن صعيبة شوية قدرة ربي اون فايسيي باش نوصلوا ونحققوا نجاح في المشروع هذا.